اللي عجبوني كان ياسين بن عمار. ياسين بن عمار نعم. إنسان خلوق، إنسان يلعب مليح. في المقرن كان الطفل يسموه الشنوي، يعني الطفل غير تهمشوه لأن نفس العقلية كما يلعبوا في ولاد البرانية وود البلاد يكسروه. وهذا هو كان هذا من اللي عجبيني، معناتها اللي كان عندهم يعني يكون طاحوا في ديزونترينر. ديزونترينر يعني يقول لك مدربين مش مدربين تاع الدينيرو تاع عطيني الدراهم ونتكتك لك ونشري لك وندير لك ونعرف الاربيتر، هذه كل غير فوتها. المدرب اللي يخدم تاع الصح اللي يزيدك يعطيك ان بلوس، لو بلوس هذاك اللي تلقاه سور لو تيرا، باسكو الحاجه الوحيده في الفوتبول اللي ما فيهاش البيستون، الناس تحكم عليك، تدخل واحد ما يعرفش يلعب الناس كل تعود تسب فيه ما تقدرش تغطيه، ما تقدرش تغطيه في الميدان، لان الميدان كرعيك اللي باش تبري لك في الميدان الوحيد للفوتبول. يعني نتمنى له ان شاء الله كل خير. ناصر حش ساعد، واش رايك فيه كلاعب؟ والله ناصر حش ساعد تفرجت عنه ممكن في بعض المباريات، تفرجت ممتاز، يعني ممكن البنيه الجسديه تاعو ما تسمحلوش باش يتطور. نتمنى له ان شاء الله كل التوفيق. هذا الان اكتشفت، هذا الان كنت نسمع عليك ياسر انك في جلساتك يقول لك ديما تصريحاته، شفت بن شيخ في الهداف يقول لك فيصل في قعداته هو بن شيخ تاع لويات الواد. الان فاجأني بياسر اجوبه، يعني صراحه بالطبع هو كل انسان راه عنده حر في ما يختار، ما شاء الله هو مدرب ذو كفاءه عاليه. انا قلت لك كلامك سيحدث ضجه كبيره جدا غدا في الولايه صراحه. ها ما كاش لاعب اخر تفيه ممكن انها ما لك في مسيره الجيلاني حاج سعد راه لعب اليوم ونهنوه انه فاز مع فريق الملعب الرياضي السوق. لا الحاج سعد اولا يعني هذاك صديقي وخويا، وهو الوحيد اللي كان يشجع في ابني في موني، دائما يقول له اصبر ودير ويعلم فيه، ويعني اخلاق عاليه، اخلاق عاليه من ناحيه اللعب، يعني لعب في مستوى عالي ولعب ومسكين ما راحش بيرس. انا بور مو انا بور اتر ان بون جوار، كي تقول لي ان بون جوار لازم تروح ليكيب ناسيونال، هاو لو بون جوار، مش تلعب ليش انا في الدورات، تلعب لي في مع لويو، تلعب لي مع التضامن، تلعب لي مع كذا، ان بون جوار سي راكو، هاو لو بون جوار، ان بون سي تان بون، بون لازم يكون متميز على الناس، مش قاعد لي هنا وقاعد تقول لي انا طلع واش ما او ما تفهمش مع ليكيب ما عطاتنيش دراهم سير انا فوار، لي رجليك تقد سابوتي انت ميسي مستحيل، تقد سابوتي كريستيانو مستحيل. السلام عليكم. سؤال